نيوش دس بي أكادواي أو من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له هركس يصد مسلمان نيوش إلى سكا أخوالها مخوش لقناها كان يمر دو خوش هر مسلمان يبمر فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا سلكس نيوش إلى سلكا سلكس تايبد موحد كدور لها وتاب خواب رياردان هالشيء داوا كان بو مردوا خواي يقول رضينا كاتوا أجر وجن أبو هجم على كم بو هل مسلمان يبمر فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له سيريس بك بس سيريس سيريس نيجي إلى سبكة إن شاء الله أخوة لقناه خوش دلت أو كسرشي دورة مردوا وكزني اللي وين يجي إلى سبكة أتوني يجي غائب إلى سبكين وكنا جاشي لحبشة مرد مسلمان بو فرمي صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوي كرنوا فرمي نيوش كان لسا أو برايتان كان لخاتي كوي مردوا لحبشة نيوش ما لسا دي كرد دواء أو فرمي استغفروا لي أخيكم دواء لي خوشبين مش كان بو برايتان أول شيء كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فريانا كوت بين نيوش إلى سربكات وكو آفرة ترش بيستكي خزمتي مزقوتي كرد شو ناشتيان بياني هاو پیغمبر علیه الصلاة والسلام روی نیجی لسرفت لقبر کی ابن عباس فرمی صلی على میت بعد ثلاث اگم لی جایش ان مردی یک سیر جنازه کی نیجرا بو پیانسم شون نیجی لسرفت هندی دلیل نو تای بد مدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چون که مسالین یوش کدین لنا قبر اتوز جوازی لسر هندی دلیل جایز نیست چون که المقبره یشکل لو شونانی کن یجی تیا جایز نیست هندی دلیل نه امن یجی رکوع سجودی تیا نیه نيجي جنازة كواتر جوازي هي الموضوع ودي فرموا إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلم وإن الله ينورها عليهم بصلاة له أم قرانا بربا بر تاريك النار بربا بر بيري تاريك بكرو ناقي مام أحمد بالرجل شو أجو لك أودي تاريك عبد الله عليه شو مثل ما وش ربا وشيك إلي هذا تي والله بيري ناقور رحمة أيو تنبوا بأدب داني شوي تي أي نافرمي أنا جليس من ذكرني من يادي إخواكم خوام لقلا نبي بأدب كاتبيلي وتاريخي وهذا كبتني عشيد نحرز نحي ما ين ندعوة كان نفلان نفيسال هيش يسفادني إلا كردو شاكانك خالصا وأخوه كردو سبحانه وتعالى دواي شوردن وحاضر كردني أسرع بالجنازة فلبكن بناشتني خوي جنازة قال قديموني فلبكن أبو هريرة صلى الله عليه وسلم فرمي أجر من جانم سبات أسرعوا بي إلى ربي زوبم جينا ولا إخوة رام مقرن إلا مقرنا شاربيت